مساء الخير. يوم جديد بنتبارك فيه وبنتشجع كلنا بوجودنا في محضر الرب. خلونا كلنا نبدأ عبادتنا النهاردة بالصلاة. أرجو من حضراتكم الوقوف علشان نصلي. خلونا كلنا غمض عينينا في صلوات شخصية سرية نطلب. وننتظر الرب، نطلب أن يتحد ونتحد نحن بالمسيح، نطلب أن نتفاعل، نطلب أن نتغير إلى تلك الصورة عينها. يا رب أشكرك وبارك شخصك يا سيد لأنك في وسطنا بالروح القدس. ننتظرك يا رب أن تكلمنا. انتظرت نفسي الرب وبكلامه رجوت. نفسي تنتظر الرب أكثر من المراقبين الصبح، أكثر من المراقبين الصبح ليرجو إسرائيل الرب، لأن عنده الرحمة وفدا كثير. نشكرك رب لأن عندك مراحم كثيرة لنفوسنا، وأنت القادر رب أن تشجعنا في هذه الليلة. أنت القادر أن تسند يا رب قلوبنا لنتفاعل مع روحك القدوس الموجود في وسط. شجعنا وعزينا، تلامس يا رب مع قلوبنا، ساعدنا نكون متفاعلين مع الروح القدس وعمله في دواخلنا. صلي لأجل كل شخص حاضر يا سيد، لأجل كل هم موجود في قلب كل شخص، لأجل كل تعب وكل إرهاق، لأجل كل رب أنين في قلوبنا. أنت قريب منا، أنت تسمع إلينا، أنت تشجعنا وتشاركنا رب كل ألامنا. صلي لأجل كل فقرات عبادتنا، لأجل كل من يقودنا يا رب. أنت القادر أن تبارك في يومنا وفي عبادتنا. نصلي في اسم المسيح يسوع ولك المجد. آمين. استمتع بالترنيم بقيادة ماجي بن هبر. مساء الخير. خلينا نبتدي عبادتنا واحنا في روح الصلاة وفاتحين قلوبنا لربنا وجايين نباركه ونقول له يا رب احنا جايين نلتمس وجهك النهاردة. أتينا إليك نلتمس وجهك. ربنا ندعوك تأتي وسطنا. يسوع نحبك نعبدك نكثو أمام جلال شخصك. تعالوا نقف مع بعض واحنا بنرنم وبنعلن ربنا ان احنا بنحبه، بنقول يا رب احنا بنحبك وطالبين وجهك ينير علينا. اتينا اليك نلتمس وجهك. ربنا ندعوك ان تاتي وسطنا. يسوع المجدي. خلينا نيجي بقلب مليان شكر لربنا ونقول له فعلا يا رب انت ملكنا، انت ملك قلوبنا يا رب، انت مستحق ان تاخذ المجد والكرامه والقدره. قلوبنا يا رب بتباركك،
أنت رب ولينا للأبد. نباركك يا مليك المجد ربنا وولينا إلى الأبد. قادر رفعت رأسا على الجميع، لك يا رب القوة والسلطان. يسوع نرفع اسمك عليا، بعد مزمور 67 يا ريت نقراه مع بعض بصوت واحد كده. قد ايه كلمات المزمور ده بتعزيني جدا. بيقول كده: ليتحنن الله علينا وليباركنا، لينير بوجهه علينا، لكي يعرف في الارض طريقك وفي كل الامم خلاصك. يحمدك الشعوب يا الله، يحمدك الشعوب كلهم. تفرح وتبتهج الأمم لأنك تدين الشعوب بالاستقامة، وأمم الأرض تهديهم. يحمدك الشعوب يا الله، يحمدك الشعوب كلهم. الأرض أعطت غلتها، يباركنا الله إلهنا، يباركنا الله وتخشاه كل أقاصي الأرض. المرنم هنا مصمم ان كل الشعوب تشكر ربنا ثلاث مرات، يقول يحمدك الشعوب يا الله كلهم. في المزمور ده صلاة لأجل العالم. المؤمنين لما بيتباركوا من عشرتهم بالرب بيباركوا العالم، لأن هما النور والملح، نور وملح للأرض. احنا بناخد النور اللي فينا من الرب يسوع، عشان كده المرنم في الترنيمة الجاية يقول أنت ضيائي وسط الظلام يا رب، أنت شمس الشموس، أنت عزائي، أنت سلامي، يا رب فيك تهنى النفوس. ترنيمة اسمها نبع سرور فاض في قلبي. نبع سرور فاض في قلبي، في عمق قلبي نبع سرور، فيض سلام يغني حياتي، يملأها بالبشر والحبور. هذا السرور والسلام لا ينبوع طيب خلاص، خلينا في اللي بعدها. بتقول كده الآية، الرب يسوع بيعمل الإرشاد الروحي والإرشاد اللي احنا بنطلبه منه بمهارة شديدة جدا. فبيقول كده الآية: أعلمك وأرشدك الطريقة التي تسلكها، أنصحك عيني عليك. في مزمور 32 عدد 8: بعلمك وارشدك وانا عيني عليك، لاني انا الرب
الذي قد دعوتك بالبر فأمسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهدا للشعب ونورا للأمم. عشان كده ما تخافش، نقول له في الترنيمة اللي جاية: من لي سواك يحميني من كل شر قائم، أنت إلهي لا سواك. من لي سواك يحميني من كل شر قائم، من لي سواك يحميني من كل شر قائم، من لي سواك يرويني من كل نبع قائد، أنت إلهي لا سواك، أنت إلهي لا سواك، أنت إلهي لا سواك، أنت إلهي لا سواك. من لي سواك سيدي يملأ فراغ وحدتي، من لي سواك فراغ وحدتي، من لي سواك مرشدي يهبسني في خلوتي، أنت إلهي لا سواك، أنت إلهي لا سواك، أنت إلهي لا سواك، أنت إلهي. كيف أخاف في الطريق وأنت لي كمرك، كيف بدونك أسير في عالم بلا عزاء، أنت إلهي لا سواك، أنت إلهي لا سواك، أنت إلهي لا سواك، أنت إلهي لا سواك. آتي إليك ضارعا فانظر بدمعي من عولاك، آتي إليك ضارعا فانظر بدمعي من عولاك، انظر إلي يا سديدا حتى أعيش في رضاك، أنت إلهي لا سواك، أنت إلهي لا سواك، أنت إلهي لا سواك، أنت إلهي لا سواك. أمين. خلينا ناخد فرصة صلاة نشكر ربنا على عنايته لينا وعلى إرشاده وعلى محبته اللي دايما بيقدمها لنا في كل الظروف. نشكره لأنه لما بنجيله وإحنا بقلوب محتاجاله على طول بنلمسه في حياتنا. شكرا ليك يا رب، شكرا ليك على العناية والرعاية يا رب، على بيتك المفتوح لينا دايما يا رب، وعلى قلبك المرحب لينا دايما في كل ظروف حياتنا يا رب. لما بنكون محتارين بنجيلك يا رب، لما بنكون زعلانين ومتضايقين بنجيلك يا رب. شكرا ليك يا رب لأنه مفيش حد زيك، أنت أبرع جمالا من كل بني البشر، انسكبت النعمة على شفتيك. شكرا لأنك صاحب السلطان، صاحب الإيد القديرة.
شكرا لأن ليك الكلمة رب الأخيرة، شكرا لأنك صالح رب، نشكر حضورك رب في وسطنا. أمين. أنا ليا مين يا يسوع غير قلبك اللي حبني، بتضمني وبيهمك أصغر حاجة، بتهمني، بتفهمني وتحس بيا. أنا ليا مين يا يسوع غير قلبك اللي حبني، بتضمني وبيهمك أصغر حاجة، بتهمني. أنا ليا مين يا يسوع غير قلبك اللي حبني، بتضمني وبيهمك أصغر حاجة، بتهمني.
أفرع كمال نعمتك بتغيرني ليك المجد والكرامة والبهاء ليك علامة سلطانك بيحررني ليك القوة والجلال بالبشر أفرع كمال نعمتك بتغيرني يا إله يا حمل مسبوح عني يا إلهي أنا قلبي يسجد ليك يا إلهي أنا قلبي يخضع ليك يا حمل مسبوح عني تعالوا نصلي نشكر ربنا على فترة الترنيم أطلب من مدام جويس أنها تقودنا في الصلاة يا ابن السماوي يا رب نرفع ليك يا رب كل الشكر والمجد والحمد لأنك أنت إلهنا يا رب أنت إلهنا اللي بتحبنا محبة أبدية فأدمت لنا كل رحمة وكل محبة وكل حاجة عظيمة أشكرك يا رب جدا من أجل نقدت تضع في أفواهنا تسبيح نحمدك ونشكرك بي يا رب نشكرك يا رب من أجل محبتك من أجل أن احنا نستطيع أن نتكلم معك في كل شيء أنت تهتم بأصغر أمورنا يا رب بنشكرك بنمجد اسمك نشكرك يا رب لأنك أنت أعطتنا سلطان سلطانك أنت يا رب اللي بيحررنا ونعمتك اللي بتغيرنا من مجد المجد نشكرك يا رب جدا من أجل كل ترنيمة وضحتها في أفواهنا من فضلك يا رب اقبلها كذبيحة تشتم منها رائحة سرور يا سيد نشكرك يا رب من أجل كل علاقة من أجل بيتك المفتوح من أجل كلمتك من أجل تجمعنا من أجل شركة المؤمنين نشكرك من أجل اجتماعنا معا وأنت في الوسط نشكرك لأنك أنت عاوز يا رب تكلمنا كل واحد لوحده رسالة شخصية من عندك لكل واحد فينا لأنك أنت تريدنا يا رب أن نتغير ونكون أنت المثال والقامة التي ننظر إليها يا رب يا رب من فضلك ادي من يكلمنا كلمة ممسوحة من عندك كلمة تغيرنا يا رب اعطينا يا رب من فضلك أن نكون سامعين عاملين بالكلمة من فضلك يا سيد بارك من قادتنا في الترنيم بارك رب من يكلمنا بارك كل أجزاء العبادة بارك رب كل رأس منحني أمامك واعطيها رب كل سؤل قلبها عشان خاطر يسوع اسمع واستجيب أمين 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 نكرم رب بجمع عطيانا في تنبيهين صغيرين الأمر الأول الكنيسة بتشجع على الشركة وعلى تواجدنا مع بعض وعلى عمق علاقتنا فعندنا رحلة يوم الجمعة 10/2 لمركب أندريا هي على كورنيش المعادي هنتجمع فيها مع بعض علشان نعرف بعض بشكل أعمق وشكل أقرب الكنيسة بتشجعنا على الحضور وعلى التواجد اشتراك الفرد 100 جنيه واللي بتجمع الاشتراكات مدام ميرفت نسان وهي موجودة برا لو حد حابب يحجز النهاردة الأمر الثاني الكنيسة بتشجع حضراتكم جدا جدا على مؤتمر القيادة العالمي المؤتمر ده مهم جدا بيتكلم فيه أفضل ناس في العالم في القيادة وهتيجي ناس من برا كتير فإحنا أولاد البيت وأولى ناس نستفيد ونفيد آخرين كمان إن إحنا نعلن الخبر لناس كتير ونشجع ناس كتير على الحضور علشان تستفيد القيادة مهمة جداً في إدارة حياتنا المؤتمر من 23 ل 25 نوفمبر نشجع حضراتكم على الحضور فبراير سوري من 23 ل 25 فبراير المسؤول عن كل تفاصيل المؤتمر هو الشيخ سامر الضعيف واشتراك المؤتمر 180 جنيه
نصلي. يا رب نشكرك لأجل كل عطية صالحة يا رب من شخصك، وباركك يا سيد لأنك أنت أعطيتنا ابنك وحيدك لم تبخل علينا به. نشكرك لأنك دائما تباركنا. ساعدنا يا رب أن نحيا شاكرين ممتنين يا رب لكل نعمة وكل فضل أعطيته لنا في حياتنا. بارك الأيادي التي قدمت، واستخدم أنت يا رب هذه العطايا لبركة الكنيسة وامتداد ملكوتك. كلمنا لأننا نحتاج إلى صوتك وإلى كلامك، في اسم المسيح آمين. مساء الخير. أنا افتكرت الكنيسة هتبقى مليانة النهاردة عشان الماتش هيتزاع بعد الكنيسة، ولا هم مستنيين الكنيسة تخلص وبعدين ييجوا؟ أوكي، يعني برضو مصممين ما يحضروش الكنيسة. ولا أنا بشكر أمير أول مرة يطلع المنبر النهاردة ويشاركنا، وأنا عارف رهبة إن أول مرة حد يطلع على المنبر، فأنا فعلاً مبسوط أن أنت ابتديت يا أمير النهاردة رسمياً معنا. النهاردة هنستكمل دراستنا أو تأملاتنا حوالين السفر المهم الجميل اللي بيتكلم عن القيادة وبيتكلم عن البناء. وكويس أن احنا سمعنا عن مؤتمر القيادة العالمي اللي الكنيسة تباركت أن هي تبقى هي اللي بتنظمه السنة دي في مصر، وفعلاً أنا بشجعكم على المؤتمر ده لأنه فعلاً بيأثر جداً. كل اللي حضروه في أمريكا أو في مناطق تانية قالوا أنه هو فرق جداً جداً في حياتنا. سفر نحمية أصحاح 3، سفر نحمية أصحاح 3، وهقرأ من هذا الأصحاح اللي أنا متأكد أن أغلبنا ما قراهوش قبل كده، أغلبنا ما قراش الأصحاح ده قبل كده، ولأنه أصحاح صعب وكله أسماء، والأصحاحات اللي فيها أسماء دي إحنا بنبعد عنها. فأنا مش هتعب يعني أسمعكم بالأسماء الصعبة اللي موجودة في النص ده، لكن هقرأ بعض الأعداد من بداية الأصحاح وبعدين بعض الأعداد من وسط الأصحاح. نحمية 3 من عدد 1 لعدد 5 بيقول: وقام الياشيب الكاهن العظيم وإخوته الكهنة وبنوا باب الضأن. احنا طبعا دلوقتي في بداية مشروع إعادة بناء سور أورشليم اللي نحمية دعا إليه الشعب، ده بقى الأمر التنفيذي. وقام الياشيب الكاهن العظيم وإخوته الكهنة وبنوا باب الضأن، هم قدسوه وأقاموا مصاريعه وقدسوه إلى برج المئة إلى برج حنانئيل، وبجانبه بنى رجال أريحة، وبجانبهم بنى زكور ابن إمري، وباب السمك بناه بنو حسناء، هم سقفوه وأوقفوا مصاريعه وأقفاله وعوارضه، وبجانبهم رمم مريموث ابن أوريا ابن هقوس، وبجانبهم رمم مشولام ابن برخيا ابن مشيز بئيل، وبجانبهم رمم صادوق ابن بعنة، وبجانبهم رمم التقوعيون. وأما عظماؤهم فلم يدخلوا أعناقهم في عمل سيدهم. بعدين من عدد 16، نقرأ من عدد 16 لعدد 20، يقول: وبعده رمم نحمية ابن عزبوق رئيس نصف دائرة بيت صور إلى مقابل قبور داود وإلى البركة المصنوعة وإلى بيت الجبابرة. وبعده رمم اللاويون رحوم ابن باني، وبجانبه رمم حشبية رئيس نصف دائرة قعيلة في قسمه. وبعده رمم إخوتهم بواي ابن حيناداد رئيس نصف دائرة قعيلة، ورمم بجانبه عازر ابن يشوع رئيس المصفى قسما ثانيا من مقابل مصعد بيت السلاح عند الزاوية. وبعده رمم بعزم
باروخ ابن زباي قسما ثانيا من الزاوية إلى مدخل بيت الياشيب الكاهن العظيم. في هوليوود في الولايات المتحدة مدينة صناعة السينما في شارع اسمه شارع المشاهير. شارع المشاهير ده رصيفين طوال جدا جدا جدا، وكل اللي على الرصيف يعني طول الرصيف في نجوم على الأرض، وكل مربع في نجمة وفي اسم واحد من مشاهير المجتمع الأمريكي، سواء من السياسيين أو من رجال الدين أو من الفنانين، موجودة طول الطريق. أنا يعني زرته مرة واحدة بس الطريق ده، فعلا تقف بقى يعني على كل مربع تلاقي مثلا واحدة عليها سيلين ديون، واحد مثلا عليه توم كروز، واحد عليه بيلي جريهم، واحد عليه صوفيا لورين، وعين في الآخر تلاقوا زي حتة أرض فضاء وفيها شوية أسمنت ناشفين، لكن الأسمنت ده مغروس فيه أرجل هؤلاء المشاهير. يعني هما جابوا المشاهير دول في يوم والأسمنت لسه طري، وخلوا كل واحد من المشاهير إما يطبع إيده أو يطبع رجله على الحتة دي علشان الناس بعد 50 سنة يقولوا دي رجل بيلي جريهم مثلا، أو دي إيد صوفيا لورين مثلا. الناس بيتصوروا معاها بقى وكده هو. وأنا بحضر التأمل بتاعي على طول افتكرت المكان السياحي ده، والتساؤل اللي جه حوالين نحمية 3 اللي احنا شفنا ان هو مليان اسماء شخصيات ومليان اسماء مجموعات ومليان اسماء عائلات. التساؤل اللي حتى عبر عنه واحد من المفسرين، ايه اللي يخلي ربنا يخصص 32 عدد هما مجموع اعداد نحمية 3 علشان يملاها ب 32 اسم شخص و 42 اسم عيلة؟ إيه اللي يخلي ربنا يعني سامحوني في اللفظ يضيع أصحاح من الأصحاحات كان ممكن يتكتب فيها حاجة إحنا ممكن نفهمها أسهل، ويضيعها في ذكر أسماء؟ والإجابة إنه هذا الأصحاح يمثل قائمة شرف، قائمة شرف إلهية لناس كان ليهم دور مهم جدا في وقت حاسم من التاريخ علشان يعيدوا بناء سور مدينتهم العزيزة، اللي بدون هذا السور كانت هذه المدينة ستتعرض لهجوم الأعداء الواحد تلو الآخر حتى تمحى هذه المدينة. وربما يكون الهدف اللي احنا النهاردة ربنا جابنا علشانه هو انه يسأل كل واحد وواحدة فينا هذا السؤال: هل كتب اسمك؟ هل تتمنى ان يكتب اسمك في هذا او قائمة الشرف الإلهية اللي لحد دلوقتي مفتوحة، ولحد دلوقتي الله بيكتب فيها اسماء ناس، لحد دلوقتي كل واحد بيساهم بإخلاص وبتفاني وبجهد في بناء الملكوت، لا تزال هذه القائمة مفتوحة وتكتب فيها الأسماء؟ أنا بصلي لأجل نفسي ولأجل كل حضراتكم إن كل واحد مننا يحظى بهذا الشرف الإلهي إنه يكتب اسمه في قائمة البناء، قائمة العمل لأجل ملكوت الله. زي قبل ما أدخل لب تأملاتنا النهاردة عايز أسيب ملاحظتين مع حضراتكم. طبعا يعني أنا ما قدرتش أقرأ الأصحاح كله، فأنا هحاول أن أنا يعني من حين لآخر أرجع للأصحاح كده هو، لأنه هو الأصحاح تقيل والأسماء أنا مش عارف أقراها يعني لحد الوقت، فنحاول من وقت للتاني كده هو نرجع لبعض الأسماء. كلمة يبني أو بنى تكررت 6 مرات في هذا الأصحاح، والترجمة الدقيقة لها هي أعاد بناء، مش إنه بنى لكن أعاد بناء. واحد من المفسرين لاحظ ملاحظة جميلة جدا، قال إنه في كل سفر نحمية ما قريناش إن نحمية أو إن الشعب اشترى مواد خام جديدة،
يعني ما قالوش انه كان في عمال مسؤولين ان هم يجيبوا مواد الخام او يستوردوها او ينقلوها، لا، لقد استخدم الشعب في إعادة هذا البناء المواد اللي كانت متوفرة، المواد اللي كانت منهدمة من السور اللي فات، استخدموا هذه المواد علشان يعيدوا بناء المدينة. هنا درس مهم جدا نقف قدامه، كل واحد عايز يبني حياته، يعيد بناء علاقاته، يعيد بناء خدمته، يعيد بناء اجتماعه وكنيسته. إذا كنا عايزين نعيد بناء كنيستنا، في مواد خام عندنا، في خبراتنا موجودة، في إمكانياتنا موجودة، حتى لو إمكانياتنا دي كنا حاولنا نبني بيها وانهدم البناء، الله يدعونا مرة أخرى أن نستخدم كل هذه الأمور التي في داخلنا، خبراتنا الروحية وعلاقتنا مع ربنا وشخصياتنا وطريقة تفكيرنا وثقافتنا وتعلمنا، كل هذه الأمور يدعونا الله أن نعيد استخدامها. ربما استخدمناها قبلا وفشلنا، ربما استخدمناها قبلا وانهدم السور، انهدم الجدار. الله بيدعونا النهاردة، من فضلك فتش في حياتك، إيه اللي تقدر تستخدمه علشان تعيد بناء حياتك؟ إيه الأمر الباقي في علاقتك مع زوجتك؟ إيه الأمر الباقي في علاقتك مع مجموعة خدمتك؟ إيه الموهبة اللي ربما أنت أهملتها أو استخدمتها زمان ولم تعد تستخدمها؟ من فضلك أعد مرة أخرى الموهبة إلى النور، وقول له يا رب من فضلك تعالى ولمع موهبتي مرة أخرى، تعالى واستخدم أنت من هدم في حياتي، ساعدني أني أستخدم هذه البواقي، هذه الأمور حتى لو كانت ضعيفة. فاكرين المرة اللي فاتت واحد من أعداء شعب الرب كانوا بيقول إيه؟ هل يبنون الحجارة بعد أن احترقت؟ يعني كانت محروقة، كانت محروقة الحجارة، لكن الله دعا الشعب أن يعيد استخدام هذه الحجارة حتى وإن كانت حجارة محروقة، في يد الله يستطيع أن يعيد استخدامها لبناء حياتك، لإعادة بناء حياتك. دي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أنه أكثر كلمة تكررت في هذا الإصحاح هي كلمة رممة، تكررت 35 مرة في 32 عدد، 35 مرة اتكررت كلمة رمم، ومعنى هذه الكلمة حرفيا هي يقوي أو يثبت، بمعنى أن إعادة البناء في حياتنا يجب أن يكون حقيقيا، مش مجرد نشاط، مش مجرد انفعال، مش مجرد ان الكنيسة قالت ان الشعار بتاعها السنة دي نقوم ونبني فاحنا ماشيين في الركب، لا، احنا محتاجين اننا نقوي فعلا ونثبت فعلا دعائم حياتنا. هي دعوة ان احنا النهاردة تكون حياتنا حقيقية، دعوة انه شغلنا على الامور الضعيفة في حياتنا يكون شغل حقيقي، اننا نقوم بتثبيت وتدعيم دعائم حياتنا، الامور اللي ضعفت في حياتنا، الامور اللي انهدمت في حياتنا، دعوة لكل واحد وواحدة فينا بيكررها الله مرة تلو الاخرى ان نكون حقيقيين. احنا في احيان كتير المناطق اللي بتبقى محتاجة ترميم عندما يعاد ترميمها ربما تعود لتكون أجمل مما كانت قبلا. بصوا كده على الكنيسة البطرسية، الكنيسة البطرسية لما ترممت فيها حاجات لمعت أكتر، ظهرت أكتر، الأثار اللي بتترمم في أحيان كتير الألوان، رغم أن هي ألوان هي نفس الألوان، لكن لما بيعاد ترميمها ويعاد علاجها بتصير أكثر بهاء، أكثر وضوحا، أكثر لمعانا. وده اللي ربنا عايز يعمله النهاردة في حياة كل واحد واحدة فينا، أنه يعيد ترميم حياتنا، أن يزيل الأتربة اللي جت على حياتنا وعلى خدمتنا وعلى علاقتنا مع بعض وعلى جوازاتنا وعلى شركتنا، كل الأمور اللي جت عليها أتربة يعيد الله أن يعيد ترميمها مرة أخرى. موضوع النهاردة من وحي كلمات نحمية 3 نقدر نضع له هذا العنوان: البناء كما يجب أن يكون، البناء كما يجب أن يكون.
ويعني لو صبرنا شوية على نفسنا، لو رحنا البيت ودرسنا الإصحاح ده هنجد فيه كنوز فعلاً، هنجد فيه كنوز رغم أن كله أسماء، يبين أن كله أسماء، لكن فيه كلمات كده هو تقدروا تلتقطوها تبين إيه المبادئ اللي الله بيدعونا أننا نبني على أساسها، أو بيقول لنا أنه ما فيش بناء حقيقي ناجح في حياة أي فرد أو أي كنيسة أو أي جماعة ينفع أنه هو يحصل من غير ما تكون فيه هذه المبادئ اللي بيتكلم عنها هذا الأصحاح. أنا هتكلم على ثلاث مبادئ واضحين جدا في هذا الأصحاح. المبدأ الأول نقدر نسميه البناء الذي يشمل الجميع، مفيش استثناء في البناء، مفيش حد ما بناش. اقروا كده الأصحاح هتجدوا مجموعة مختلطة جدا جدا من الناس قاموا بالبناء، وطول ما انتم ماشيين في الأصحاح هتلاقوا ناس مختلفين جدا بنوا هذا البناء. هتلاقوا الكهنة قاموا بالبناء، أول عدد كاهن اليشيب رئيس الكهنة والكهنة قاموا بالبناء. هتجدوا حكام ومسؤولين، هتجدوا في كلمة رئيس الدائرة، رئيس الدائرة ده يعني والي من الولاة كان موجود وقاد الجماعة إن هم يبنوا في أماكن متعددة. في عدد 12 و 14 و 15 وغيرها هتلاقوا كلمة رئيس الدائرة، يعني ناس ولاة مسؤولين حكوميين كانوا بيبنوا. هتلاقوا رجال ونساء، أغلب الأصحاح كل الأصحاح رجال، لكن في آية في عدد 12 بيقول وبجانبه رمم شلوم ابن هلوحيش رئيس نصف دائرة أورشليم هو وبناته، يعني كمان البنات رجال وسيدات قاموا ببناء هذا السور العظيم. أصحاب الحرف الحرفيين قاموا بالبناء، صياغ وتجار قاموا بالبناء. ما حدش قال أنا تاجر ماليش دعوة، أنا صائغ ماليش دعوة، أنا كاهن ماليش دعوة، لا الكل قاموا بالبناء. حتى أغراب عن أورشليم لما سمعوا إنه المدينة العظيمة بتبنى سابوا مدنهم وراحوا علشان يبنوا. رجال أريحة في عدد 2، التقوعيون في عدد 5، أهل جبعون والمصفاة في عدد 7، كل دول ما كانوش ساكنين في أورشليم، أول ما سمعوا إن في بناء، إن في عمل قومي، إن في مشروع قومي في أورشليم، تركوا أماكنهم وذهبوا لكي يشاركوا في هذا البناء. لا استثناء في البناء، فيش استثناء، فيش حد في الكنيسة يقدر يقول إن أنا ماليش دور في البناء. ونعرف دلوقتي أنه حتى لو ملكش خدمة واضحة في الكنيسة أنت لك دور في البناء. ده عنصر لا غنى عنه في بناء الجماعة، أنه ما حدش يقول أنا ماليش دعوة، أنا ماليش دور. وده بينبع من إحساس الجماعة أنه الكنيسة بتاعتها مش بتاعت القسيس. أنا ما اشتريتش الكنيسة على فكرة، مش بتاعتي الكنيسة، مش بتاعتي الكنيسة، بتاعت الجماعة. الكنيسة مش بتاعت مجلس الكنيسة، الكنيسة مش بتاعت الخدام، الكنيسة بتاعت الشعب اللي اختار في يوم من الأيام إن هو ينضم لهذا الجسد، إن هو ينضم لهذه الجماعة. حتى لو مش عضو في الكنيسة، حتى لو بتتردد على هذه الكنيسة، أنت لك دور في هذا البناء. ينبغي أن يخرج هذا الإحساس من داخلك، إنك تشعر إن هذا المكان هو مكانك وإن لك فيه دور. يقول الرسول مؤكداً على هذا الأمر في رسالة كورنثوس الأولى، خاصة في أصحاح 12 وأصحاح 14، خاصة في أصحاح 12 يقول كلمات جميلة جداً، نفسي أنها تطلع على الشاشة. كورنثوس الأولى 12 من عدد 12 إلى، وهقرأ بعض الأعداد، أولاً من عدد 12 لعدد 14، يقول لأنه كما أن الجسد هو واحد وله أعضاء كثيرة، كل أعضاء الجسد الواحد إذا كانت كثيرة هي جسد واحد. ممكن نطلع الآيات على الشاشة من فضلكم تاني من عدد 12، لأنه كما أن الجسد هو واحد وله أعضاء كثيرة، وكل أعضاء الجسد اللي هو الكنيسة، كل أعضاء الجسد الواحد إذا كانت كثيرة هي جسد واحد، كذلك المسيح أيضا، أو كذلك جسد المسيح أيضاً، لأننا جميعنا
بروح واحد. شايفين كم مرة بيقول واحد؟ كم مرة بيقول إننا ننتمي إلى كيان واحد؟ لأننا جميعنا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد، يهودا كنا أم يونانيين، أيا كان دورنا، أيا كان شكلنا، أيا كانت خدمتك، أيا كانت شخصيتك، أنت لك دور، عبيدا أم أحرارا، وجميعنا سقينا روحا واحدا. ده من عدد 12 لعدد 14. بعدين من عدد 18 يقول: وأما الآن فقد وضع الله الأعضاء كل واحد منها في الجسد كما أراد، ولكن لو كان جميعها عضوا واحدا أين الجسد؟ فالآن أعضاء كثيرة ولكن جسد واحد. أعضاء كثيرة ولكن جسد واحد. أحبائي، احنا كلنا مدعوين الى اعاده العمل والبناء، مفيش حد مستثنى من هذا الامر. ويجي السؤال: بس انا ماليش خدمه في الكنيسه، ايه دوري في الكنيسه؟ انا يا دوبك باجي وبحضر العباده وبعدين بمشي وما ماليش خدمه، او حتى موجود من زمان في الكنيسه وماليش خدمه في الكنيسه. اقول قد لا يكون دورك في خدمه اساسيه في الكنيسه، فعلا ربما ما يكونش ليك دور في خدمة أساسية أو منظمة في الكنيسة، لكن هذا الأصحاح لو قريناه بيقول شيء مهم جدا. بيقول إنه كثير جدا من هؤلاء الذين بنوا السور أمام، فاكرين، أمام بيوتهم. يعني كل واحد بنى حتة سور قدام بيته، وده بيقول أمر روحي تطبيقي جدا لحياتنا، إنه ممكن كل واحد يقوم بدوره الطبيعي في بناء حياته هو. وأنا ببني حياتي وأنا بأعيد بناء حياتي، أنا أعيد بناء الجسد. مجموع أو قوة الكنيسة من مجموع قوة أعضاء الكنيسة. ما فيش كنيسة نقدر نقول عليها إن هي كنيسة قوية إلا لو أعضاءها، لو المترددين عليها، لو شعبها شعب قوي. عشان كده الدعوة لينا النهاردة، حتى لو مالكش خدمة في الكنيسة ما تتحججش من فضلك، حتى لو مالكش خدمة في الكنيسة، أنت دورك إنك تبني قدام بيتك، إنك تبني شخصيتك، إنك تبني علاقاتك، إنك تبني علاقتك مع الله. لو إيس وأفنيكي كان ليهم خدمة منظمة في المجمع اليهودي مثلا، أو منظمة في الهيكل اليهودي، لا، عملوا إيه؟ بنوا أو بنيا بيتهما. وبيتهم ده كان فيه مين؟ كان فيه مين؟ تيموثاوس الأسقف الأول في المسيحية، أسقف مدينة أفسس. لو إيس وأفنيكي ما كانش ليهم خدمة معروفة في المجمع ولا في اليهودية، ما كانوش عاملين مثلا زي أكلة وبرسكيلا بيخدموا الناس، لا، هما الاتنين ربوا جوه بيتهم قائد مسيحي اسمه تيموثاوس، أصبح مساعدا وكارزا بالكلمة مع رسول بولس. فأوعى تقول من فضلك أنا ماليش خدمة أو أنا ماليش دور، لا، دورك موجود ومستمر، حتى لو مالكش دور رسمي في الكنيسة، حتى لو مالكش دور تنظيمي في الكنيسة، لكن ليك دور أمام الله، ليك دور في شخصيتك، وليك دور في أولادك، وليك دور في بيتك، وليك دور في دائرتك. ينبغي أن تقوم بهذا الدور لكي تبنى الجماعة، تبنى الكنيسة معا، لا استثناء في البناء. الحاجة الثانية أو المبدأ الثاني اللي واضح جدا في هذا الأصحاح، أنا أسميه البناء التكاملي، وده نقطة مرتبطة بسابقتها. يعني كلنا بنبني مع بعض، كلنا بنبني مع بعض، كل واحد بيبني في دائرته، كل واحد بيبني في مكانه، كل واحد بيبني في خدمته، وإحنا بنحلم أو بنعيد البناء لكنيستنا أو لحياتنا، نحلم دائما أن يكون البناء كاملا متكاملا، صح؟ هو ده الالتيميم جول بتاعنا، أنه في الآخر نلاقي البناء كامل متكامل. لكن عايز أقول لكم أنه هذا البناء الكامل المتكامل لا يمكن أن يحدث إلا لو حصل
تكامل في البناء، مختلف عن كامل ومتكامل، إنه هذا البناء يكون بناء تكاملي. يعني إيه بناء تكاملي؟ يعني كلنا بنكمل على بعض عشان في الآخر البناء يكمل. وفكرة البناء التكاملي دي موجودة بشدة في هذا الأصحاح من خلال كلمتين اتكرروا أكتر من مرة. في النص الأول من الأصحاح نجد كلمة بجانبه، يعني واحد بنى وبجانبه بنى فلان وبجانبه بنى فلان وبجانبه بنى فلان، ده في الأصحاح في النص الأول من الأصحاح. وبعدين في النص الثاني من الأصحاح في كلمة بيستخدمها غير بجانبه، يستخدم كلمة وبعده، يعني واحد بنى وبعده بنى فلان وبعده بنى فلان وبعده بنى فلان. التكامل في البناء، الكل يحتاج مش بس إلى عمله، إلى عمل الآخرين. ومفيش في الأصحاح ده أي فكرة تفوق، يعني ما قالش نحمية على فكرة المجموعة دي بنوا بيتهم باقتدار والمجموعة دي الحقيقة كانوا نص نص، لا، قال إن كل العمل كان جميل وإنه مفيش عمل أعظم من الآخر ومفيش عمل أحقر من الآخر. كل البناء بيتكامل معا، كل واحد بيبني قدام بيته واللي جنبه بيبني جنبه، وهو محتاج اللي قبله ومحتاج للي بعده، وكلهم بنوا وهم بيبنوا على بعض، ومفيش حد ينجح بمعزل عن الآخر. ما كانش مش ممكن حد ينجح بمعزل عن الآخر. هذا البناء التكاملي هو الذي جعل الشعب ونحمية يكملون بناء السور في قد إيه؟ في 7 سنين ولا في 3 سنين ولا في سنة؟ 7 ولا في 3 ولا سنة؟ حد عارف؟ 7 ولا 3 ولا سنة؟ أكملوا البناء في 52 يوم، يعني شهر 20 يوم. في 52 يوم السور ده كان كم ميل؟ سور أورشليم كان كم ميل؟ حد عارف؟ 4 أميال. 4 أميال ده كتير قوي. 4 أميال دلوقتي سهل إن هي يعني أوراسكم ينزلوا يخلصوها في يوم، صح؟ لكن زمان 4 أميال بيبنوا سور مدينة، سور مدينة يعني سور عالي، في 52 يوم، علشان تبنوا هذه الفكرة، فكرة البناء التكاملي. أنا بتخيل نفسي ونفسي أن كل واحد يتخيل نفسه لو موجود في الوقت ده، وهو مسؤول هو وعيلته أو هو وأصحابه أن هم يعملوا جزء من السور، يبنوا جزء من السور. أنا عارف إحنا كنا هنعمل إيه. أول حاجة كنا هعترض على اللي قام بيه لقبلية، هطلع فيه القطط الفضل، صح؟ أقعد أقول له أنت عملت وما عملتش وكان مفروض تعمل صح؟ وإيه اللي أنت عملته ده وكان مفروض تخلص مبارح وكان مفروض تخلص أول مبارح؟ أول حاجة كنا هعملها. أو أن يراودني الرغبة الشديدة أن أقوم بدوري ودي للي جنبي كتف قانوني وأنا أعمل شغله، عشان أنا شايف أن أنا بعمل شغلي أحسن منه، فأبقى عايز أعمل شغلي وشغل اللي قبلي وربما كمان شغل اللي بعدي. أو أن أنا أقعد أتغزل فيما قمت به وأحاول أن أنا أقارنه بما فعله من قبلي ومن بعدي علشان أطلع أن شغلي أحسن منهم هما الاثنين، أو أن أنا أحاول أعطل اللي جنبي واللي بعدي عشان أنا أبقى أحسن منهم، عشان أخلص قبلهم، عشان بدل يعني أنا خلصت مثلا في أسبوع أحاول أخليهم هم يخلصوا في 10 أيام عشان أبقى أنا أجدع منهم. كان ممكن نعمل كده، لكن البناء التكاملي لا يقول هذا. البناء التكاملي بيقول أن كلنا نتمنى النجاح لبعضنا البعض، كل واحد في الكنيسة يتمنى اللي جنبه يبقى ناجح في حياته ويبقى ناجح في شغله ويبقى ناجح في خدمته. كل اجتماع في الكنيسة يتمنى ان الاجتماع التاني يبقى أنجح منه، مش ان هو أنجح من التاني. رسول بولس قال كلمة صعبة قوي في رسالة غلطية، قال فإذا كنتم تنهشون بعضكم بعضا، فإذا كنتم تنهشون وتأكلون بعضكم بعضا فاحذروا لألا تفنوا بعضكم بعضا.
جوه الكنيسة، جوه الكنيسة. أربع أميال خلصوا في 52 يوم، وفي كنائس بقالها سنين مش عارفة توقف على رجلها. ليه؟ عشان فكرة المنافسة، فكرة إن أنا أحسن من التاني، فكرة إن اجتماعي لازم يبقى أحسن من التاني. واحد قال إن المهمة بتاعت سور أورشليم دي بيسموها بالإنجليزي ماموث تاسك. ماموث ده يعني كائن أسطوري زي الفيل كده، هو بس أكبر من الفيل كان زمان. يعني ماموث تاسك، مهمة مستحيلة، كانت مهمة كبيرة جدا جدا جدا، لكن استطاع الشعب إن هو يخلصها في 52 يوم لأنهم آمنوا بالعمل التكاملي. إسحاق نيوتن هذا العالم العظيم جدا قال عبارة جميلة، قال إذا كنت قد استطعت أن أرى أبعد مما يراه الرجال الآخرون، يعني لو أنا كنت أشطر من التانيين، فإن السبب هو أنني وقفت فوق أكتاف العمالقة. يعني أنا قدرت أشوف أبعد من التانيين. ليه؟ مش عشان أشاطر لوحدي، لكن أنا وقفت على أكتاف العمالقة، الناس اللي سبقوني، استفدت منهم، استفدت من عملهم، وقفت على أكتافهم علشان أقدر أشوف أفضل. العمل التكاملي، إذا كنا عايزين عمل متكامل نفرح به في النهاية، ينبغي أن نؤمن بالعمل التكاملي. كلنا محتاجين لبعض. آخر حاجة، الساعة لسه 8:30، مش الساعة 9، فأنا لسه قدامي. آخر حاجة، البناء الذي يتطلب قدوة. البناء، أي بناء في حياتنا، خاصة البناء الروحي، خاصة البناء في الخدمة، خاصة البناء في الكنيسة، يتطلب قدوة. وفي الأصحاح ده في على الأقل ثلاث نماذج من القدوة، اثنين منهم إيجابيين واحد منهم سلبي، هسيب السلبي في الآخر، لكن هكلم على أول نموذجين، نموذجين إيجابيين جدا. النموذج الأول نقرأ في عدد واحد، ممكن عدد واحد من فضلك، يقول وقام الياشيب، مين؟ الكاهن العظيم، يعني رئيس الكهنة، رئيس الكهنة وإخوته الكهنة، وبنوا باب الضأن، هم قدسوه وأقاموا مصاريعه وقدسوه إلى برج المئة، إلى برج حنانيئيل. قدوة هنا قدوة في المبادرة. كان ممكن رئيس الكهنة يقول ده مش شغلي، أنا مخصص ومكرس إن أنا أعمل إيه؟ إن أنا أخدم في خيمة الاجتماع، غير كده محدش يطالبني بحاجة. لكن كانت القدوة في المبادرة، إن هو يمد إيده، إن هو يمد إيده، مش مستني حد يقول له اعمل كده. كان قدامه ألف سبب إن هو يتراجع عن هذه الخدمة، لكن هو قال إنه ده سور أورشليم، حتى لو مش الهيكل لكن ده سور مدينتي، أنا هقوم أنا وإخوتي وسوف نعيد البناء. وأول واحد حط إيده كان اليشيب، أول حتة اللي هي باب الضأن هي اللي اتبنت في الأول، اللي هو قام بها رئيس الكهنة وإخوته، وإخوته الكهنة. القدوة في المبادرة. ممكن أقول حاجة حتى ما تزعلوش مني، مش عارف ليه بحس إن إحنا بنتعازم، إن إحنا محتاجين حد يعني 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 يتحايل علينا عشان نعيد بناء حياتنا، أو نعيد بناء خدمتنا، أو نحط إيدينا في العمل. محتاجين حد يتحايل علينا. اليشيب الكاهن كان قدوة في إنه ما حدش يتحايل عليه، كان مسؤول مش بس بالوظيفة لكن مسؤول بالشخصية. اوعى يكون اللي بيحركك وضعك في الكنيسة، اوعى اللي يكون بيحركك وضعك في الكنيسة، ولو ما يعني او اللي يكون بيحركك وضعك وانك ما تقدرش تعمل الى الحتة بتاعتك. لا، اليشيب كان دوره ان هو يقدم الذبائح وانه يخدم الهيكل، لكن قدر لانه الاحساس من المسؤولية ده جواه، جواه اي احتياج كان بيروح له، لقى الاحتياج بتاع بناء السور فراح له على طول من غير ما حد يقول له انت فين دورك. هو كان عارف
انه دي يمكن ده مش دوره، لكن دي مسؤوليته. مسؤوليته انه يضع يده في البناء. النموذج الاول هو نموذج القدوه في المبادره، how to take initiative، ازاي ابادر غير ما حد يقول لي، جوايا الاقي احتياج فحاول ان انا اسد الاحتياج ده. الحاجه الثانيه او النموذج الايجابي الثاني، نموذج والقدوه في العمل في الارض الصعبه اللي ما حدش يحب ان هو يشتغل فيها. بصوا كده هو في عدد 14، عدد 14 بيقول ايه؟ وباب الدمن رممه ملكية ابن ركاب رئيس دائرة بيت هكريم، هو بناه وأقام مصاريعه وأقفاله وعوارضه. باب الدمن يعني احنا بنقراها كده هو عادي، لكن باب الدمن هو المنطقة بتاعت جمع قمامة أورشليم، يعني منطقة صعبة جدا، منطقة صعبة جدا، منطقة ما حدش يحب يشتغل فيها، بتاعت الزبالة. ومين اللي بيشتغل فيها؟ رئيس الدائرة، يعني واحد من الولاة، واحد من المسؤولين الكبار في أورشليم في الوقت ده، قام هو ومجموعته وشمر عن سواعده وراح علشان يشتغل في باب الدمن. قدوة في عمل في العمل في أرض الفشل. احنا محتاجين ان احنا نتعلمها، انا اول واحد محتاج ان انا اتعلمها. كلنا دايما نحب نروح لارض النجاح، الارض اللي مثمره، الارض الناجحه، الارض اللي فيها ما فيهاش تعب، ما فيهاش كد، ما فيهاش مجهود، ما فيهاش. ازاي يبقى فينا النهارده ناس يحبوا ان هم يروحوا ارض الفشل ويقوموا ارض الفشل ويقوموا الارض المتعبه ويقوموا الأرض اللي ما فيهاش أمل. النهاردة كنت بتكلم أنا والأسيس أمير مع الأسيس مكرم، كان بيحكي لنا على خبراته وعلى حياته. يقول أول ما ابتدى خدمة ابتدى في كنيسة الشرابية سنة 71 تقريبا، وأول ما راح بيقول لي كانت الأرض طين، أرض الكنيسة طين، وشوية كراسي صغيرين ولمبة في السقف، واللي بيحضروا 5 أو 6 موجودين. وفي نفس الوقت جات له دعوة إن هو يروح لرعاية كنيسة الفجالة اللي أنا كنت بخدم فيها. وكنيسة الفجالة زمان كانت هي أكبر كنيسة في القاهرة، كانت أكبر كنيسة في القاهرة. جات له الدعوة، وراعي الفجالة كان تعبان جدا، يعني كان يعني في نهايات حياته. الأسيس أمير جيد، والأسيس أمير قال له أنا عايزك تيجي مساعد علشان لما أروح السماء أنت تمسك الفجالة. أرض نجاح يعني ما فيهاش هزار، فجالة أرض نجاح كاملة. الأسيس مكرم قال له أنا شاعر أنه أنا عندي تحدي أن أنا أكمل في هذه الأرض المتعبة، أنا عندي دعوة من ربنا أن أنا أكمل في الأرض المتعبة ديت. واستمر الأسيس مكرم 10 سنين من 71 لواحد 81 يرعى كنيسة الشرابية. احنا محتاجين مننا يكون في ناس زي كده، من الشباب يكون في ناس زي كده، ناس بيحلموا انه مش لازم اخدم في الحته اللي فيها اضواء، مش لازم اخدم في الحته اللي فيها نجاح، مش لازم اخدم في الحته اللي الناس هيدوروا عليا فيها ويشاوروا عليا فيها، ممكن اخدم في باب الدمن، ممكن اخدم في الحته اللي كلها زباله، اللي كلها عدم راحه. ده النموذج الثاني الإيجابي. النموذج الثالث والأخير نموذج سلبي، ونقرأ عنه في عدد 5. عدد 5 بيقول إيه؟ وبجانبهم رمم التقوعيون. دول نموذج إيجابي جداً، جم من بره علشان يبنوا. لكن وأما عظماؤهم، يعني القادة بتوع التقوع، أما عظماؤهم فلم يدخلوا أعناقهم في عمل سيدهم. يعني الناس العادية اللي جايين من تقوع خدموا خدمة جميلة جدا، أمراءهم بقى المسؤولين عنهم اللي مفروض إن هم يبقوا قادة، مفروض إن هم يبقوا نموذج، لم يدخلوا أعناقهم في عمل سيدهم، يعني ما حبوش إن هم يخدموا، حسوا إن هم أعلى من كده، أعلى من إن إيديهم تتوسخ بالتراب والرملة والحجارة بتاعة البناء، فقالوا لا إحنا مش هنخدم، مش ده مأمنة، مش ده مأمنة، احنا مش مخلوقين لكده، مش ده دورنا، مش دي مسؤوليتنا.
نموذج سلبي، نموذج سلبي لناس مش عارف ليه نحميا كتبهم في قائمة الشرف، يعني كان مفروض يكتبهم في أصحاح تاني، يعني ناس عاديين جدا خدموا بأمانة، ناس مفروض إن هم قادة، مفروض إن هم خدام، مفروض إن هم عظماء، أما عظماؤهم فلم يدخلوا أعناقهم في خدمة سيدهم. واخدين بالكم يعني إيه إعادة بناء؟ يعني إيه خدمة؟ إن أنا أدخل عنقي في خدمة سيدي، يعني إن أنا أوثق، أوثق، أتربط علشان خدمة سيدي. مين اللي اتقال عنه أكتر من مرة أنهم أوثقوه ومضوا به إلى فلان ومضوا به إلى فلان ومضوا به إلى فلان؟ مين؟ رب يسوع. اقروا كده، هو قصة الألام، تجدوا أنه في أكتر من مرة يتقال عليه أنهم أوثقوه. رب يسوع أدخل عنقه في خدمة سيده. أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت وشريعتك في وسط أحشائي. هل إحنا زي عظماء تقوع لا نريد أن ندخل أعناقنا في خدمة السيد، ولا نتمثل بالسيد الذي أوثق، أوثقوه، ربطوه علشان خدمته؟ مرة تانية أراجع معاكم مبادئ البناء، كيف ينبغي أن يكون البناء؟ أولاً ينبغي أن يشمل الجميع، لا استثناء في البناء. الحاجة التانية، ينبغي أن يكون بناءً مش بس مكتملاً لكن متكاملاً، تكاملياً، كلنا بنبني على بعض. وأخيراً أن يكون أو يشمل البناء قدوة، نموذج، نموذج في المبادرة، نموذج في العمل في أرض الصعوبة، ونموذج في إدخال أعناقنا في خدمة سيدنا. أمين. خلينا من فضلكم نحني قلوبنا أمام الرب في الصلاة. تاني فكر في بناء حياتك، فكر في خدمتك، فكر في علاقاتك، فكر في دراستك، فكر في شغلك، فكر في زواجك. هل تريد إعادة البناء مرة أخرى؟ مرة المرة الثالثة اللي ربنا بيسألنا فيها على مدار الأسابيع اللي فاتت، هل تريد إعادة بناء حياتك؟ هل تريد أن تقوم وتبني؟ افتكر إنه البناء يعني إعادة بناء، يعني بتستخدم الحاجات اللي عندك المتاحة ليك، اللي ربما استخدمتها قبل كده وفشلت. النهاردة دعوة ليك من الله إنه تقوله يا رب دي الحاجات اللي عندي، يا رب دي الحاجات اللي ما بين إيديا، استخدمها في بناء حياتي يا رب. إذا كنا عايزين نبني كنيستنا، نبني اجتماعاتنا، نبني مستقبل الكنيسة، خلونا كلنا نصلي كجسد المسيح، نقول يا رب من فضلك ساعدنا أن كلنا نشتغل، كل واحد في مكانه. يا رب فكرنا بأن العمل بتاعنا هو عمل تكاملي، محدش بيفتخر على الآخر، محدش بيحاول أنه هو يهدم عمل الآخر، كلنا عايزين ننجح مع بعض يا رب. يا رب ساعدني أكون قدوة في المبادرة،
لما بيبقى في احتياج ابادر اشعر بالمسؤوليه بتدفعني. يا رب ساعدني ان انا اكون قدوه في ان انا اشتغل في الحته الصعبه اللي ما حدش عايز يشتغل فيها، اللي محتاجه مجهود، محتاجه صراع. يا رب ساعدني ان انا اضع عنقي في خدمه سيدي. الإيمان بالعمل هو اللي حط الحماس في قلوب الناس عشان تشتغل مع نحمية، حط فيهم الحماس، فما بصوش هما بيعملوا إيه، يعني حاجة حلوة ولا حاجة وحشة مش مهم، المهم كانت غايتهم الوصول للهدف. رب يسوع تاركا لنا مثالا لكي نتبع خطواته، عمل كده، ساب مجد السماء وأخذ صورة عبد صائرا في شبه الناس وأطاع حتى الموت، موت الصليب. عشان كده الترنيمة الجاية بتقول ربي قد صرت سكيبا عند نبع حبك، ربي أرسلني لهيبا يعمل في كرمك. وخلينا وإحنا بنرنم الترنيمة دي وهنختم بيها نلاحظ حياتنا وبنقول له إحنا رب نقدم لك حياتنا وإنت تشوف ترممها وتشوف الثغرات اللي فيها، وخلينا نخدمك بأمانة وبقلب. وكان دايما ربنا يدور ويقول وطلبت من بينهم رجلا يبني جدارا واقف في الثغر أمامي. أمين. هنرنم الترنيمة دي عدد 1 و2 و4 و5. 1 و2 و4 و5. من ربي قد صرت سكيبا. بعد ما نسمع اللحن نقف مع بعض. ربي قد صرت سكيبا عند نبع حبك، ربي أرسلني لهيبا يعمل في كرمك. العيون حين ضاق والقلوب حين ذابت والعقول حين حارت، قد شفى حبك سيدي هذه حياتي، إذ أضعها بالخشوع فاستلمها يا إله.
رب احنا بنشكرك من كل القلب لانك في كل حين تسمعنا عندما ندعو قائلين ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفافنا اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير لان لك الملك والقوة والمجد الى الابد والان نعمه ربنا ومخلصنا يسوع المسيح محبة الله وشركة وعطية الروح القدس تكون معنا وتدوم فينا من الآن وإلى الأبد آمين.